السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أش طاري مع العطاري. اللي طاري هو أنه دائما ما كنسمعوا بظاهرة التحرش بالنساء. اليوم العكس، غادي نسولوا واش كاين التحرش بالرجال. كاين واحد الظاهرة اللي سميتها ظاهرة التحرش بالنساء، هذه معروفة معروفة ولكن واش كاين بصح ظاهرة التحرش بالرجال؟ نسمعوا بها كاينين. كيفاش التحرش كيف يكون؟ تحرش مثلا كيكون شي دري مثلا غادي وكتعجبو شي دري، الدري كيعجبها فهمتي، ربما من ستيل ديالو. كاين عاوتاني صحابات البنات اللي كيعجبهم الدراري. ما متفق مع السيده تماما كاع داكشي اللي قالتو. انت غير متفق؟ انا متفق. انت ما عمرك تحرشات بك شي وحده؟ انا ما عمرها ما تحرشات بي شي وحده. دابا انت كتسول فيا انا شو عادي وانا قلت لك لا وانا ما عرفتش كي اما على زينو يا اما على فلوسو يا اما لا تقدر. واش بصح عمرك تحرشات بك شي وحده؟ تحرشات بي شحال وحده بالصح. يلاه ردت الفعل ديالك عادي فاش كتخدم لا شعور ديالك الا عجباتو الا عجباتو راه فهمتي كتبقى تشوف واحد تشوفات لا عجباتها لا عجباتو لا ماشي هو داوي عليها لا عجباتها راه كتشوف فهمتي كتشوف عم واحد النظرات راه هو كيتقرب منا النظرات البنات ما البنات كتحرشوا بالولاد؟ لا. ممكن ان فتاه تعرض مفاتنها على الاخر وتحاول ان تغريه عن طريق الاغراء، ولكن انا اظن في المجتمع المغربي هذا ليس مشكلا ابدا. لا ابدا. الله يحفظك ليا. بخير زيد انت شي حاجه اخرى؟ لا ما كاين والو. انت بعدا لاباس؟ انا لاباس هاني. وانت؟ الحمد لله. انا غدا كنت خدام. حتى انا غادي داخل نقرا. شنو؟ ما نشوفوكش الزين. تقول لي بحال هكا؟ الدريه تقول للدريه. يا زيد. اصطفح الباب. زيد. زيد. ما نشوفوكش الزين. ما نشوفوكش الزين. زيد. بزاف خلي لي النمره صافي خلي لي النمره هو كتقول لي خلي لي النمره الدريه كتقول لي خلي لي النمره يكون داك الشيء حد كيتلوطوا عليه زعما جوغ الا كان عجبهم الا كان شي دري عجبهم ياك ما كيكونش بحال تحرش بالنساء ولكن كيكون شويه خفيف عليه معيق 100% ما كيكونش معيق جوغ كتقدر تلوح كلمه جوج صافي وكتحيد راسك يعني البنت هي كتلوح الولد كلمه كتقول ليه بحال زعما بوتيت ولكن ماشي زعما كاينه اللي جريئه تقدر تمشي كاع تاخذ النيوم ديالو ولا كلشي دابا 2017 اي حاجه توقع عادي جدا عادي جدا ولكن انا لا ما نقدرش هو كيحشم لا علاش غيحشم هو غتجيه بيزا اول حاجه الدري اللي كطيح على راس الدل اون جينيرال ولات الظاهره جديده دوكو انا الصراحه معترفه بها كاينه حنا كنعيشوها في الحياه ديالنا اليوميه كاين صاحبي تعرف تحرش معاود القصه لا ولكن قال لي كيفاش وصل قال لي راه تعرضت واحد المره للتحرش اشنو قالت لك باش عرفتي انها تحرشات بك اشنو قالت هي كتلوح لك دي ميساج فهمتي اما سونوغ يا اما اوديتي كتهضر معاه وصافي في التليفون هلاك كتهضر معاه في التليفون اييه كتقول له كتعجبني اييه واش كتقول لي عاوتاني صافي هادشي اللي كاين واش داير دابا مشى دعاها لا كاين هذا هو والو تقدر تقول لي عطيني النيميرو ديالك من الاخر اها تقدر تصيفط لي انفيتاسيون فيسبوك هذا تحرش فكرتيش انك ترفع دعوه ضدها لا انا باش نعرفها ما والو ابخي نيميرو ديال واتساب من بعد هذيك اللعيبه ديال هذيك القضيه من بعد الواتساب تقول له نشوفك هي تقول له نشوفك هو هذا هو التحرش بالرجال ومن بعد نشوفك وا ديك الساعه ما نعرف ما علم هذاك الشيء اللي باغي نقول لك ما نقولوش ما فيك امل وال مشي عند صاحبتك لا 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 عفاك لا عفاك عفاك لا عفاك 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 لا عفاك لا عفاك وقفي في مجتمعنا هذه ظاهره قد تكون موجوده لكن قليله جدا جدا لان الحاله الاجتماعيه في مجتمعنا عنده طابع عام وهو طابع ذكوري فالمراه اللي حتى لو كان عندها نيه تحرش بصعوبه جدا تبرز هذا الشعور ليش؟ لان هي اساسا اسمها امراه هذا لكن ممكن تكون موجوده
حالة إنسانية عامة هذه. ميت راديو تحية لكم من مدرسة الخير. الله ديما والله لا الله يحفظك الزيت تبارك الله عليك. لا ديما أولادنا تهلا يلا السلام عليكم وادخلوا القسم.